نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. في إطار الاستراتيجية الأمنية الشمولية المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك في إطار التوجيهات الولائية كإطار مرجعي من أجل تنفيذ مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية في مدينة الصويرة، فقد اتخذت المنطقة الإقليمية لمدينة الصويرة مجموعة من الإجراءات، وتم وضع مخطط أمني محكم يستند إلى تقسيم المدينة إلى مجموعة من القطاعات المتساوية، وكذلك النشر الجيد لمجموعة ديال الدوريات إما الراكبة أو الراجلة، وكذلك وضع مجموعة من السدود الإدارية والقضائية. الهدف منها طبعا هو ضبط تنقلات المواطنين وفقا للرخص الاستثنائية المنوحة لهم من طرف السلطة المحلية، والتعامل مع الخارقين لمقتضيات هذا القانون بكل حزم وفي إطار القانون وبدون تجاوزات في إطار حقوق الإنسان. هذه العملية الأمنية اللي كانت خلال فترة الحجر الصحي الأولى، تم وضع مجموعة من الموارد البشرية وكذلك لوجيستيك مهم، وضع رهن أشارتنا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وكذلك ولاية أمن مراكش، حيث تمكنت أطر وموظفي وعناصر هذه المنطقة من ضبط جميع المخالفات، وكذلك من وضع مخطط أمني يتلائم مع الوضع الجغرافي وكذلك ديموغرافي للمدينة. كذلك تم أخذ بعين الاعتبار مدينة العتيقة على أساس أنها نقطة سياحية مهمة داخل المدينة، وتم وضع مجموعة من الدوريات المنصبة على جميع الأبواب، وكذلك دوريات داخل جميع الأزقة للمدينة العتيقة، وذلك على مدار الساعة وطيلة 24 ساعة. في نفس الإطار كان هناك دائما تنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية من خلال تفعيل مجموعة من المواكب الشرفية في الأحياء الأهلة بالسكان والنقط التي تعرف تجمع المواطنين، وذلك دائما من أجل الحفاظ على مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، من خلال أولا توعية المواطنين بالحفاظ على التباعد والكمامة، وكذلك من خلال ضبط كذلك المخالفات المتعلقة بعدم التوفر على الرخص الاستثنائية. بهذه الطريقة استطاعت مدينة الصويرة أن تحافظ على الخريطة الوبائية في خط أدنى، كما تمكنت من الاستفادة من مرحلة التخفيف الأولى التي كانت في 11 يونيو 2020. هذه المرحلة التي تطلبت منا وضع استراتيجية أمنية ومخطط أمني يلائم هذا الإجراءات ديال التخفيف. كذلك في 25 يونيو 2020 استفادت المدينة كذلك من مرحلة التخفيف الثانية، هذه المرحلة التي تميز طبعا بفتح الفضاءات العمومية بما في ذلك محطة النقل العمومي، الشواطئ، كذلك ملاعب القرب لكرة القدم الهواء الطلق، بالإضافة إلى فتح المؤسسات السياحية وكذلك الفنادق، مع الحفاظ طبعا على نسبة 50% من الإيواء وكذلك الإطعام. واعتبارا لكون مدينة الصويرة هي مدينة سياحية بامتياز، فقد تم وضع مجموعة من الدوريات على
فضاء الشاطئ أو جميع الشواطئ التابعة للمدينة. هذه الدوريات التي كانت دورية راجلة ودورية راكبة على درجات رباعية الدفع وكذلك عناصر الخيالة. الهدف من ذلك هو الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بقانون حالة الطوارئ الصحية من تباعد جسدي ووضع كمامة، كذلك تأمين الفضاء ديال الشاطئ والممر الشاطئي اللي غيعرف توافد مجموعة ديال المواطنات والمواطنين وكذلك مجموعة ديال المواطنين القادمين من المناطق المصنفة بمنطقة واحدة، إلى جانب التدبير اليومي خلال حالة الطوارئ. وبشكل موازي فإن جميع أطر وموظفي المنطقة الإقليمية الصاورة قد ساهموا بشكل فعال وميداني في محاربة وتجفيف منابع الجريمة يعني في 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 المدينة ككل وحتى في النواحي، حيث تمكنوا خلال هذه المدة من إيقاف 228 شخص والحد من انتشار ما يفوق 100 شخص في ترويج المخدرات، كما تم حجز ما يقارب 20 كيلوغرام من مخدر شيرة وما يقارب 255 كيلوغرام من مادة الكيف، كذلك 220 كيلوغرام من التبغ المهرب، وحجز 3 سيارات و8 دراجات نارية، فيما تم ضبط 1466 شخص في جرائم مختلفة كجرائم الضرب والجرح، كذلك جرائم بعض السرقات البسيطة أو بعض السرقات الموصوفة. وفي نفس الإطار دائما وحفاظا على استقبال المرتفقين بالمنطقة الإقليمية لمدينة الصاويرة وتنفيذا للتعليمات المديرية والتوجيهات الولائية، فقد تم استقبال الطلبة الذين سوف يترشحون لجياز امتحانات البكالوريا، وذلك من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية دائما في إطار احترام التدابير الاحترازية سواء الخاصة بالمواطنات والمواطنين أو بالموظفين. كما تم تعيين فرقة انتقلت إلى النواحي خارج مدينة الصاويرة من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية للتلاميذ، وذلك لتجنيبهم عناء التنقل إلى داخل المدينة. وطبعا فإن هذه العمليات ككل دائما كانت تتم في إطار احترام حقوق الإنسان وبدون تجاوزات. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بآخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام.